ما بتفكر يتجوزها خيو؟ هذا مرادي، ومعلومك طلب أبو عادل والحج محمد. وهي إيش رأيها؟ بيني وبينك عم لاقي صعوبة بإقناعها. بعد الأستاذ سعيد بدها رجال له شخصية. كل من بياخد نصيبه اللي الله كتب له إياه. نعم سيدي نعم، والله ما بيبس الشجرة إلا وبيعرف إيش فيه تحتها. لا إله إلا الله. يا سيدي حظ بنتي سعاد من السماء، الله بحبها ومطلع بيوتها. نعم نعم. قدم لها شخص قدير ومحبوب والله عيطيه، وطلب مني أفتح معك الموضوع. خير مين؟ السيد كمال. السيد كمال؟ نعم سيدي نعم، حظ بنتي سعاد من السماء والحمد لله. أم طيعة خانو؟ يا حاج عبد القادر، السيد كمال محروم الوريث، ومحسن ابن السيد منير خزله وطفش، كان مفكر يعتمد عليه ويساويه مثل ابنه. بعدين الشرع سمح له يا حجي، وسعاد ما حدا ممكن يسعدها هي وابنها غير السيد كمال. ليش؟ لأنه بحب الأولاد. اسمع مني وافق يا حاج عبد القادر. صدقني لولا ما بعرف السيد كمال منيح وبحبه ما كنت جيت وطلبت له اياها. والسيد كمال من أفضل تجار المدينة، وسمعته جيدة جدا، وأنا بعتقد أنه الصراع السياسي المحتدم الآن بيرتب علينا فرز حقيقي على الصعيد التجاري، لذلك ارتقينا أنه نعمل نحن الشرفاء مع بعضنا البعض. البضاعة رح تتصدر لبغداد، واللي بدهم يشتغلوها لازم يكونوا من أصدقائنا. حكمة بيك مدح كتير بجنابك يا سيد كمال، الصفقة ضخمة كتير، حوالي 300,000 متر من قماشة ريفيرا، والتسليم على 3 دفعات، كل دفعة 100,000 متر. وهي عينة من المطلوب. تفضل. بوليستر فيبران. اي نعم. والعرض 100 سنتيمتر. منحكي في السعر؟ منحكي. كيف طريقة الدفع؟ كل دفعة بتسلمني اياها بتقبض ثمنها يا سيد كمال. طيب بكره بيصلك سعري. عخيرة الله. وبكره بيكون العقد جاهز للتوقيع ان شاء الله. يا كريم يا رب، لا اله الا الله، هذا الدلع كان، استغفر الله العظيم، اللهم صل عليك يا نبي. يلا يلا، السلام عليكم. فين الحاج عبد القادر؟ وعليكم السلام. اهلا يا شيخ علي، اهلا. تفضل استريح، تفضل تفضل. جيت بوقتك، كانك سمعتني وانا عم نادي لك بقلبي يا شيخ علي. ليش طافيني ملوخيه؟ إيه راح اطبخ لك ملوخيه خصوصي، بس اسمع. تفضل يا ابو احمد. اليوم السيد كمان طلب سعاد. الله اكبر، هو كمان؟ لا اله الا الله. اي نعم يا شيخ، اي نعم. وايش جاوبته؟ قلت له للشيخ ادري اللي اجى طلبه نتشرف. مسألتك صارت صعبة يا ابو احمد. بس انا محتار يا شيخ علي. غيرك حيرك حجي. طيب انت ايش بتقول؟ انا من انصار الصمت وحكمة. بس السيد كمال دايما كفته ميلة. بعتاد حدا يرفض الطلب يا ابو احمد. الله يكون في عونك. مين من سمعني ارملي بيشمر وبرقد هرول. ايش قصدك شيخي؟ لا شيء، صار املك مثل امل ابليس في الجنه. خير ان شاء الله. في شيء اخبرنا عند الحاج عبد القادر؟ طلع لك منافس كبير كبير يا ابو عادل، روح دور على نصيبك في مطرح ثاني. قول شيخي، قول، ابوس ايدك، قول. شوقتنا ولوعتنا يا شيخ علي. سيد كمال طلب ايدي الست سعاد، صار غريمك. لملم ازال خيبتك انت والحج محمد، وانسحبوا بريحة طيبة. وست مطيعة عرفت؟ ما في ضرورة. صدمة كبيرة عليها، هي اللي ساوته. بعد ما اكل واتكى قل يا مرة اكلك ماله زكى. ليش ساكت يا ابو عادل؟ استسلمت؟ لا.
إن الله مع الصابرين. خايفة يمه على محسن؟ أي غيران من السواقين. هذا اللي كنت خايفة منه يا بنيتي. محسن ما هو من طينتنا. يمه محسن إذا هجرني تراني أموت. أنا حدشي معه. زين تسوي؟ ما خلصت يا أبو فضة؟ يا ول صار لك ساعة يا ول. طولي بالك، قاعد أسوي لي شعر زين. إيه وليش بيش على طول مستعجلة مستعجلة؟ تصيرين زينة. ما في أخبار عن محسن الله يسلمه؟ ما في يا شيخ عدري، ما في. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمه كمان راح تجن عليه. ما حق يا حجي، ما حق. أمه بدها يعني أترك كل شغلي وأروح أدور عليه. طيب آمنا وصدقنا، مستعد أروح أدور عليه، بس فين؟ الله يصبركم ويلهم الصواب. آمين يا رب. قل لي يا حجي، أنا شايف إنه التأتأة خفت عن أول، مو هي؟ ملاحظتك بمحلها. إيه نعم خفت عن أول، بس يعني لما بعصب شوي بتركب معي مثل البارود الأصملية. أنت الله يرضى عليك لا تعصب، هدي حالك هدي حالك. لك يا شيخ إيش بدي أقول لك؟ مشكلتي أنا العصبية، لما بعصب تجيني هالحالة هي. أبوك الله يرحمه كان هيك. إيش طالع من إيد لك أنا؟ لن تهادن ولن تخاف التهديدات، وعصر الخنوع قد ولى. خير إن شاء الله راجع بكير. خير، دقيقة أنا أخذ نفس وبعدين بحكي لكم. خير الصاير؟ قلبي محسسني إنه في خبر كويس. كويس كويس كتير. حد ما جبت الطبخة؟ كلا تركينا من الطبخة، في شيء أهم. خير احكي. اليوم مر لعندي على الدكان الشيخ أدري و احكي، وطلب إيد سعاد لسيد كمال. سيد مين؟ سيد كمال. السيد كمال بحاله؟ اي نعم. وين جاوبته؟ ايش دا جاوبه؟ قلت له منتشرف. وانت ايش رأيك؟ يا بنتي هذا له ابو عادل ولا الحج محمد، انا من رأيي توافقي. هذا سيد التجار يا ابو، هذا كبير ومرته منحبها وبتحبنا، شلون بدنا نوافق؟ يستفر هو ومرته، اذا بده يتجوز بتجوز، ما حدا بقول له لا. اذبحني موتني ما باخده. شلون ما بتاخدي؟ انا ما بدي اتجوز، صرت عيني هالشي 100 مرة. ليش على كيفك؟ نعم على كيفي. لك شلون تحكي هيك مع ابوك؟ طولوا بالكم يا جماعه، انت صرتي قليلة حياة. طول بالك يا رجال، يعني هلا بده الجواب؟ هو ما طلب، بس انا بدي وافق. الا اذا بتوافق على ابو عادل او الحج محمد، هي حره. يا ابو هدول ما بيصيروا معي، ولا واحد منهم بيصير معي. اصبر علي شوي الله يخليك. انا رأي سيد كمال مناسب، بس انا ما بحبه بكرهه. نسيت ايش كان يعمل بسعيد؟ لك هذا شيء راح ومضى. بس انا بكرهه. بكره راح اقول له موافقين. اسمع يا ابو، اذا بدك تتجوزها غصبا عنا، انا باخدها وباخد ابنه ومطلع برات البيت. ما بدنا قصة محسن وزكية تنعاد عنا بالبيت. محسن شو تسوي لحالك؟ عم بتسلى. شنو هاد؟ حجار شطرنج عم بعمله من الوحل. ها وتعرف تلعبها؟ بعرف، المشكلة مع مين؟ علمني واني ألعبها معك. محسن شايفتك مو على بعضك، شبيك؟ ما في شي يا فضة، ما في شي. انت زعلان لأنه فضة تغني للسواقين؟ أنا خايف عليها. لا لا تخاف عليها يا محسن، أنا معاها لا تخاف. فضة هلأ مرتي يا أم فضة. على العين والرأس،
الفضة من يوم يومها تغني وأهلها يعيشون، والغنى مو حرام. فضة كانت تغني قبل ما تتجوزها وراح تغني بعد ما تجوزتها. خيو منو هذا ابو برنيطة؟ صلوا يومين ثلاثة رايح جاي رايح جاي لعن نعيم مقيم. اكيد شي زبون. لا 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 لا، ذكرته هذا شفته بمؤرية ابو نعيم الله يرحمه. عمرك اطول من عمري يا سيد كمال، اكيد بالعيلة. ايه بس ايش بده عم بيروح بيجي؟ شوف هيئته متعلم. ها كاني محامي والله اعلم، او محاسب. هالولاد ما عم بقدر بفهمهم، يوم بتقاتلوا مع بعضهم ويوم بتصالحوا مع بعضهم بيصيروا مثل السمنة على العسل. الله يوفق بين القلوب. هو صحيح، بس ايش القصة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيفك سيدنا؟ قال بعدت علي. ايه نعم، بدي خيط يا ابو يوسف. انت بتأمر سيد كمال؟ شو نوعه؟ بوليستر. نقدي ولا سندات؟ سندات لمدة 3 أشهر. على عيني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بديت بتنفيذ؟ إيه كان يا ابو محسن. 300,000 متر ايش قليلة؟ معك. الله يوفق. كان الله في عونك يا سيد كمال. لحالك بدك تركض؟ شوف لك شي محاسب يساعدك. يا شيخ أدري، حطيت أملي بمحسن. الله يصلحك يا محسن. ما في أخبار عنه؟ ولد عاق، خجلني قدام الناس. إيه وين بده يروح إلا ما يرجع لحاله؟ على كل حال أنا شغلي واقف، إذا بيلزمك أي مساعدة أنا جاهز. يا ريت يا أبو محسن. تكرم يا سيد كمال، تكرم عيونك. بارك الله فيكم. يلا السلام عليكم. وين قاعدين؟ السلام ورحمة الله. الله معك. وعليكم السلام. يا رب. يا سيدي. نعم. اهلا وسهلا بالسيد جمال. يلا اهلا وسهلا بالسيد منير. يا مرحبا. اهلا يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد جمال. تفضل تفضل. شرف سيد جمال. شرف. لا لا تفضل. شرف سيد جمال. لا مرسي. تفضل. لا مرسي. تفضل. اهلا وسهلا. شرف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. اهلا ولا شاي؟ يا رب مثل ما وصيت. اهوي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. شلون الشغل؟ والله الحمد لله ماشي الحال. عندك شغل كثير؟ والله لآخر أسبوع راح أسلم اللي بإيدي. في لك عندي شغلة محرزين. أنت دايما مفضل علي يا سيد كمال، أنا ومعملي تحت أمرك. ريفيرا 300,000 متر وعندي مهلة 6 أشهر. أنا جاهز أول أسبوع القادم بستلم منك 50,000. لكان راح أبدأ أبعث لك الخيط هالكم يوم. من وين الشغل؟ تصدير. عندك هون السيد منير هو اللي بدي لاحق الشغل. ها على راسي انت والسيد منير. تسلم. يا سيدي بكام بدك تحاسبنا بصانعة المتر؟ الدفع كل خميس؟ لا
النص جمعية والنص عند التسليم. لا هذا كثير يا سيد كمال. إيه انت قد وقدود على الأقل تلتين بثلث يا سيد كمال. لا 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 ما في إمكانية، لسه في عنا شر الخيط وفي عنا صباغات وفي عنا الوشات الثانية. لا لا إيه انت أعلم. طيب طيب مثل ما تريد يا سيد كمال. إيه أهلا وسهلا سيد كمال. أهلا وسهلا الله يسلمك. إيه سيدي ما قلت لي كان بدك تحاسبنا مصانعة المتر مثل المرة الماضية؟ لا المرة شغلي محرزة والله يا سيد كمال ما عبتوص يعني. طيب ماشي موافق ولا يهمك. سيد كمال ابن حلال وقلبك كبير الله يخلينا اياه. بس شوفها بدي شغل كويس كتير، هذا الشغل للتصدير. انت لا تاخده الا عال العال بس لحق خير. ايمت رح تبدو؟ من بكره ان شاء الله. يرضى عليك. بدي صباغ اصلي ها ثابت وما بيحل. ها ولا يهمك السيد كمال غالي علينا كتير. الكل على الالوان مو هيك؟ بده نص الكميه اسود. عسى خير ماشي الحال. تطول عمرك المصبغ من بكره حتشتغل السيد كمال. بدي كل يوم تنزل لي خيط وتشيل الجاهز. اتكل على الله ان شاء الله ما بنلكعك ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هي احدث ماكينه جاكار في المانيا، يعني بتطلع جاكار ما موجود منه عندنا في سوريا. ضربت معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف الصحة سيد نعيم؟ الحمد لله. فاضي شوية؟ احكي ما حدا غريب. بدي خيط، عندك بوليستر؟ لمين؟ للسيد كمال. شقد الكمية؟ قد ما عندك. والدفع؟ سند لثلاث شهور. عم بيصنع 300,000 متر تريفيرا للتصدير. نحن ما بدنا. عدي بكرة بعطيك الجواب. انت غالي علي سيد نعيم، انت والسيد مقيم. كل التجار بيعطوا للسيد كمال، لا تروح عليك الفرصة. لولا صفقة السيد كمال صدقني السوق واقف. طيب طيب لبكرة. توكلنا على الله، بكرة بمر عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش رأيكم؟ 300,000 متر تريفيرا؟ في هيك صفقات؟ إيه هذا السيد كمال. أنا رأيي ما نعطيه. ليه؟ إيش بدنا منه؟ خليه يشتغل مع غيرنا، بعدين نحن مشغولين بمشروعنا. بس إذا عطيناه كم طن ما بيتعطل مشروعنا. أنتوا وعدتوني نوقف ضده. صحيح، بس إذا أخذ عنا ولا ما أخذ ما رح تفرق معه. بقى ليش لحتى ما نعطيه هلا؟ أنا رأيي نعطيه طنين، وإذا طلب مرة تانية بنعتذر. وأنا هيك رأيي كمان. ما بيكفي كل ما فتح السوق عم يتمعن فيني؟ إيه، مثل ما بتكون. خلينا بشغلنا. ايه ايش كنت عم اقول؟ على الآلة. هاي المكنة فيها 1200 جنكل. يلا بابا يلا خذ هدول وروح لعدنانتك. يلا تفضل سيد كمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الى جماهيرنا في كل مكان في مصر في
لبنان. تفضل سيد نعيم. من المحيط الى الخليج. مبروك سيد كمال. بارك الله فيك يا ابني. الله يسهل يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله. السلامات. يا ابني يا نعيم، ما عرفت بالاستاذ؟ الاستاذ مراد قريبنا. اهلا وسهلا. السيد كمال من كبار تجار المدينه. شرفنا. اهلين. ما انت كني محاسب؟ لا والله. الاستاذ مراد مهندس نسيج، درس في ايطاليا. ها بقى النسيج صار في له مهندسين؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه ابني، وايش علموكم بالمدرسه عن النسيج؟ النسيج يا سيد كمال صناعه وعلم، واللي ما بيطلع على اخر الاختراعات والابتكارات بيتخلف. يا ابني النسيج خبره ابا عن جد، واللي ما عنده خبره وما توسخت ايديه بالمدينه وبالعرقوب ما بيقدر يصير معلم نسيج بالمدرسه. مع احترامي لشهاداتك، فيا ابني اشلح لي هالاواعي تبع الافنديه هي وانزل اشتغل بايدك. شوف مقيم ونعيم غالين علي كتير، ها مثل ولادي، فاذا انت بدك تصير قدع وقد حالك وما لك ملاقي شغل، اتعال اشتغل عندي. ايش عليه؟ شكرا يا سيد كمال، هذا منتهى اللطف منك، بس انا عندي مشروع اللي عم اشتغل عليه. مشروع؟ يا ابني السوق غير المكاتب. على كل حال اذا كان في براسك مشروع عم تفكر فيه، ايش عليه؟ جيبه لعندي اعرضه علي ومنشوف اذا كان كويس، ايش عليه؟ نتساعد فيه ان شاء الله. يا الله خاطرك يا ابني يا سيد مراد. الله معك كمال بيك. يا نعيم كو بزعل منك، ها بتجيب الاستاذ وبتجوا لعندي بتشربوا قهوه. ان شاء الله نتشرف. حاضر عمو حاضر. السلام عليكم. الله معك. وعليكم السلام. مع السلامة. يا إلهي شو هالإنسان هذا؟ شي لعين أكلك بلا ملح. إيش رأيك فيه؟ يا أخي شي فظيع، ما كنت متوقعه يبدأ من أول لحظة. غيرت رأيك؟ رأي بشو؟ حاربه. حاربه؟ هذا بده جيش بحاله يحاربه. أنا رأيي تستسلم. ما حدا راح يستسلم، خلونا نبدأ بالمعمل وهذا الشي راح يطير له عقله، حسبنا أولاد مدرسة. انت الزمان اسمع يا نبي، انت الزمان اسمع يا نبي، وزمان على شاطئ النيل، انت الزمان اسمع يا جميل. الله اكبر. الله اكبر.
سموها الديات. يا جماعة، تعرفت لكم على الشخص اللي عم يجي على الخان لعند دعيم ومقيم. أيوة. بالله، وإيش استنتجت؟ طلع قرايبهم. أوف. اسمه الأستاذ مراد. هذا يا جماعة الشخص قال دارس بأوروبا. احزروا إيش دارس؟ دكتور؟ لا. محاسب؟ لا، قال دارس مهندس نسيج. مهندس نسيج؟ ليش النسيج بناية حتى بده هندسة؟ يا أنا بعرف. وقعد يتفلسف، قال لي يعني النسيج يعني هو علم وشغلة مهمة كتير يعني، عرفت شلون؟ وصار يحكي بقى طالع نازل، بس أنا لاحظت لك إنه ما بيفرق بين خيط القطن من خيط الحرير. إيه نعم. وقعد هيك بالطقم هيك وحاطط لي برنيطة هيك قدامه. إيش قال؟ قال لي خيو أنا في براسي مشروع وعم بدرسه. إيش المشروع يا سيد كمال؟ إيه أنا بعرف، شغل أولاد مدارس يعني، إيش بده يكون؟ وليش عم يتردد على نعيم ومقيم؟ الله أعلم، يمكن عم يكذب له عليهم شي كذبة، يمكن حاطط عينه على هالقرشين اللي معهم بده يخلصهم ياهم. مساكين هالولاد، ضاعوا بعد ما مات أبوهم. الله يرحمك يا أبو نعيم. بس أنا شو قلت له؟ قلت له لك ابني ابقى مر لعندي على المحل لأفهمك إيش هو النسيج. بس يا جماعة، سبحان الله، الخالق الناطق الأستاذ سعيد، يعني شبه بيناتهم 100%. رحمة الله عليك يا أستاذ سعيد. وباعوك خيط؟ ايه باعوني طبعا. لخيو ايش بدي اساوي؟ يعني انا بحبهم، واي شغلة فيها مربح بالنسبة لهم على القاعد يعني. ايش قصة الخيط سيد كمال؟ الحاضي والماضي عم بيشتري خيط وبيعك يا. وانت كمان لا تقصر يا ابو عادل، شد الهمة يلا. والله اذا بيأمر سيد كمال انا جاهز. ها؟ ايه ما في عندي مانع. مين دلالك يا سيد كمال؟ ابو يوسف ما غيره. نويت نسيبك خلاص، نويت نسيبك خلاص، نويت وحبي غيرك ما بملاقي. يا الله، لسه ما نمتي؟ قلت لحالي استناك يمكن يلزمك شيء. مو لازم شيء، روحي نامي. كمال ايش صار لك هاليومين؟ انا منقص عليك شيء؟ نطيعة، الله يرضى عليكي، مالي خلق. الظاهر انا ما بقيت انفعك. انا ما حكيت هيك. ماتت المحبة؟ صرنا عايشين مع بعض 25 سنة، شو اللي غيرك هلا؟ انا ما تغيرت، انا على حالي، انت اللي موهومه. على كل حال هذا الكلام هو وقته هلا، روحي نامي. مو جهنينو كمال، كمال انت جوزي، انا بحبك، لو ما بحبك بوقفت معك من وقت ما تجوزنا لحد هلا. كمال، كمال اذا في شيء قل لي بصراحه. ماشي. يا بنتي، اهل اول ما خلوا شيء الا وقالوه، جوز من عود احسن من قعود. وانت حظك ما اجبته لبنت السلطان، هي 3 رجال خطبوكي ومو حيلا رجال لك بنتي. ابو عادل وحج محمد والسيد كمال، ايه والله خايفه عليك تصيبك العين. ابوكي زعلان منك، اشو هاد بتجوز وما بتجوز؟ يا بنتي لازم يرد جواب للناس، يقول لهم ما بدنا، ما عنا بنات للجازي. هي اشو هالحكي؟ يا ماما موتوني لا تجوزوني لهدول، انا بعد سعيد نفسي ما قبلت حدا. بعد العرس تتالفي، بعد ما بطق وبموت. بعيد الشر عنك، ايش هالعيشة يا ربي، انا مالي حظ في هالدنيا، ان شاء الله اموت واخلص. انت معذبة حالك على الفاضي، نحن منريد مصلحتك، ولو ما نعرف السيد كمال بده يسعدك ما منرد عليه. المعنى يعني ابوك مصمم على السيد كمال لمصلحتك يا بنتي. ان شاء الله مو تجوزوني للسيد كمال، ان شاء الله تجوزوني للقرود. ما عاد يهمني،
اعتمادت نفسي. ميت السلامة ميت السلامة. يا أهلا وسهلا ميت السلامة. الله يسلمك. تفضل. يسلموا إيديكي. يا أهلين وسهلين. إيه شلون صار؟ أنا من زمان ريدي أجي لعندك، بس بتعرفي صايرة وحدانية وهم الولاد كبير. أبو محمود رجع على البيت؟ منين؟ وبتطرقه. وإيش صار مع سعاد؟ ما ردوا له الجواب لهلأ، بس صار شي جديد وأكيد أنت ما بتعرفيه. إيش هو؟ أنت يا أم زكية غالية علي كتير، ولا تواخذيني إذا فتحت لك الحديث، بس لازم تعرفي حتى تتصرفي. خير. جوزك كمان طلب سعاد. شو؟ ايه نعم، جوزك طلب سعاد، ويمكن لهالسبب ما عطول جواب لجوزي. كمال طلب سعاد؟ من امتى؟ من كم يوم. كان قلبي محسسني انه في شيء. يا مأمنة بالرجال مثل المي بالغربال. كان قلبي محسسني انه في شيء. رح نعينك رئيس غرفة التجارة بعد نجاح الحركة. تسلم حكمت بيك. هذا مكافأة لنشاطك ومساهمتك. أنا دائما بالخدمة في سبيل المصلحة العامة. هي آخر مرة منجتمع فيها، الحذر ضروري. بس إلي عندك طلب أخير. تفضل. بدي جدول بالأموال المصروفة والموزعة ومقدار المبلغ المتبقي في الصندوق. إيه أنا جاهز. إيش صار بالتريفيرا؟ الشغل ماشي كويس والبداية كانت ممتازة. ممكن أعرف مقدار حصتي؟ لا لسه بكير كتير، بس على كل حال إذا كان لازمك شيء أنا جاهز. لا لا ما في ضرورة، قصدي أعرف وبس. يعني لما بيكتمل الحساب من عيوني تنتين. توكلنا على الله. توكلنا على الله. مثل ما اتفقنا. مثل ما اتفقنا. كمال في لي حديث معك. ايش قصة سعاد؟ مين سعاد؟ بنت عبد القادر. ايش سمعتي؟ سمعت انه قايم تتجوز طلبته من ابوها. مين نقل لك الحكي؟ ما مهم من اللي نقل لي الحكي، المهم صار هالشي ولا لا. شوف يا مطيعة، قال الاوان انك تعرفي. انا قررت انه اتجوز وانت بتعرفي السبب. هيك؟ بعد كل هالعشرة؟ بعد 25 سنة حتطك فيهم على راسي قايم تتجوز علي وترميني للكليب؟ يا مطيعة انت رح تضلي على راسي ومشرفتيني، بس انا ما عاد فيني رايح اجن لك، بدي ولد، فهمتي؟ هاي حجة. من يوم ما مات الاستاذ سعيد وانت طالع نازل عم تحكي عن قصة الخلف وتغيرت معاملتك الي، فكرني مو ملاحظة هالشي؟ هذا وهم. يمكن موت الاستاذ سعيد ذكرني بالموت، فهمني انه ما في عندي ولدي ورثني بعد مماتي. ما يا زكية الحمد لله تجوزت، وبكره ان شاء الله بتخلف. اي نعم رح تخلف. يعني محسن بده يضل طفش للابد؟ ما قاله يرجع لبيته بعد ما تهدى نفسه؟ ان شاء الله. شوف كمال، اذا بدك تموتني بتتجوز علي، انا مستحيل اقبل وحده تشاركني بجوزي. لك يا مطيعه، انت لا اول وحده ولا اخر وحده عم يتجوز عليها جوزها. لك الشرع حلل للرجال ان يتجوز مو تنتين، اربعة. فانا رايي انك تتفهمي الموضوع وتبقي معززه مكرمه. انا مستحيل اقبل. انا بغار وهالشي ممكن يجنني. الله يخليك كمان، الله يخليك شيل الفكره من ذهنك. يعني لولا انت مجنونه من الاصل ما تحكي هيك حكي. يعني مجنونه المره اللي بتحب جوزها وبتغار عليه؟ لك مو هيك قصدي، قصدي انه انا زواجي في ورا هدف هو الخلفه، يعني مو هيك بطار؟ هالكلام بتقوله لغيري. الافضل انك توافقي، لانه هيك ولا هيك بدي اتجوز، هذا قرار نهائي. خلصنا. اما انا او سعاد، انا ما بغلب كنت ضر لحدا. طلقني. طلقت؟
اي نعم طلقني. انا ما بقدر اكون ضره لحدا، وعذاب عذاب اشوف وحده تانية عايشه هون في بيتي وعم تشاركني في جوزي. لك ايش عم تخبصي انت؟ ايش عم تحكي انت؟ انت رح تبقي معززه مكرمه وببيتك ولحالك. حتى لو اخذت لها بيت تاني وسكنتها فيه انا ما بقدر. طلقني. ما بطلق. ليش؟ خايف من البهدله؟ لا، لانك غالي علي كثير. اذا كنت غالي عليك كثير لا تتجوز. يا مطيعه فهمي، جوازتي ما لها علاقه بغلاوتك عندي. يعني مصمم؟ انا عم صمم، واذا فكرت شوي بتلاقي انه جوازتي ما فيها شيء. طلقني. استغفر الله العظيم، مستحيل. طيب يا كمال، يا انا يا انت. ايش يعني عم تهدديني خيتو؟ انا اللي سويتك بايدي، واذا بتتجوز علي بتكون اناني وخاين. اي حاجه يا. طيب يا كمال خليك مصمم. ايه روحي، اللي بيطلع بايدك يطلع باجرك. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه ومساؤه بمحمد وضاؤه. يا أما الجمال أنت شمس سمائه ومنحة الصديق منك ياه. يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق. شاء الله يا شاء الله. منو هذا اللي بدك اياه؟ جوزي. ايش بو؟ ايش عمل معي؟ اخذ صيغتي وغراض بيتي باعن وتجوز علي وصرت اشتغل خدامي لطعمي الاولاد. ان شاء الله بيمشي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. أمي يا أختي إجا دورك، أنا بستناك يوم. يا شيخ ممكن عليك تدخل إذا مش ابنك تعمل زواج. يا شيخ ممكن عليك تدخل إذا مش ابنك تعمل زواج. ما مشي الولد؟ لا والله صار عمره سنة ونص ويا خيتو أسا ما مشي. بسم الله عليه، إن شاء الله بيمشي. أنت أمك لأبواب السماء. إن شاء الله بيمشي الحال. تسلم إيديك يا شيخة خديجة. تفضلي. مع السلامة. يا شيخ ممكن عليك تدخل. إذا يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير إن شاء الله يا مطيعة؟ ما صار ود بينك وبين جوزك؟ ما صار يا خديجة، قايم يتجوز علي. وبتعرفي مين هي؟ بعرف. وبتعرفي اسم أمه وأبوها؟ بعرف. اسم البنت؟ سعاد. أبوها؟ عبد القادر. أمها؟ بديعة. هذا جوزك مسحور، سحرته هالبنت وطار عقله. خدي هالحجاب وروحي على البرية حفري وطميه بمحل سعاد ما له طريق فيه. اوعي تفتحي. تكرمي يا خديجة، الله يقدرنا. وإذا ما مشي الحال ارجعي لعندي وقولي صورة الزلزلة 99 مرة كل يوم. حاضر يا خديجة، تفضلي. يوكلي على الله. خاطرك. الله معك، مع السلامة.
أهلين رفيق عمر. أهلا أحمد، عم بسمع عنك أشياء جميلة جدا. أرجو أن نكون دائما على حسن الظن. بارك الله فيك. أهلا حسام. أهلا. أهلا رياض. أهلا، شرفت. الحقيقة يا رفاق، القيادة أمنت تحويلي لمدينة حلب حتى أرجع وأشتغل مع الشباب بهالظروف الصعبة. من حسن حظنا. العدوان على مصر عم يتجهز، ونحن مهمتنا نحشد التأييد لهالبلد اللي عم بيقف في وجه حلف بغداد والإنجليز والفرنسيين. أنتوا بتعرفوا أكيد موقف تنظيمنا. نحن مع الميثاق الثلاثي بين سوريا ومصر والسعودية. نحن مع الوحدة الاندماجية مع مصر دون قيد أو شرط. نعم. وبتعرفوا أن الرجعية لم تستسلم حتى الآن. صحيح. مزبوط. ها هي خطوطنا العريضة، وهلأ لازم نبدأ الشغل. أهم شيء لازم نلاحق الرجعيين أصحاب الدعوة للدخول في حلب بغداد والابتعاد عن الميثاق الثلاثي. لازم نفضحهم أمام الجماهير ونوقع في وجههم. نحن عدة مرات كنا رايحين نصطدم معهم. وليش الخوف؟ راح نصطدم إذا كانت نواياهم يصطدموا معنا. تفضل يا أبي، يعوض عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أبو محمود. أهلا وسهلا. شلونك يا حجي؟ الحمد لله. إن شاء الله منيح. الحمد لله يا حجي، وإنت شلونك؟ الحمد لله، بس ناقصني رضاك علينا يا حجي. أستغفر الله يا حجي، أستغفر الله. إن شاء الله أخذت قرار. يا أبو محمود، أنت أخوي ما بخبي عنك، يعني ما بظن في نفسك. لا لا، ليش يا حجي؟ إيش هالحكي هذا؟ صدقني مو بإيدي. طيب ليش؟ أنا جاهز لكل طلباته، البيت والجهاز بنكتبه مقدم صداق، وخليها بكرة تنزل هي وأمها لسوق الصياغ تنقي اللي بدها إياه أملك. وأنا مستعد إذا بدك يا حجي أكتب له 25,000 ليرة مؤخر. ما بعرف ما بعرف. إيه أنا لولا محبتي إليك ورغبتي بالقرب منكم ما كنت قدم. إيه كنتي صار عرب علي 20 وحدة. بس سبحان الله سبحان الله، كأنه قلبي ما خفى إلا الكل. بعرف يا أبو محمود بعرف. إيه حاول تقنع. طيب خلي لي إياها كم يوم وإن شاء الله خير. إيه ما في مانع ما في مانع، أنا بالي طويل، شهر وشهرين ما بتفرق قد ما بدك. يا أخي البنت صاير همها ابنه وبس، وأنا كل همي لقي لها ابن الحلال زي إحسانكم على حياتي. بس هي ما بعرف شو ما بعرف شو. بسيطة بسيطة حجي بسيطة، خدع طويلة بعدين لحق معها. إيش رأيك حجي أبعت لها كنتي تحكي معها؟ ما في ضرورة يا أبو محمود ما في ضرورة. طيب مثل ما بتريد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وأنا كمان بدي أقول لأهلي أربو موعد كتب الكتاب، بقى بحسن بصبور. يلا يلا يا كريم. وعا كريم وبتحبك الكريم يا رب. لا إله إلا الله سبحان الله. اشتقنا لحكياتك يا شيخ علي. الله يطول عمرك يا حج عبد القادر. وين هالغيبة؟ في أرض الله الواسعة نرى ونسمع عجائب الخلق. وانت كيف الأحوال يا حاج؟ آخ أنا ضايع يا شيخ علي. ما معك حق، أنا أخوك، افتح لي قلبك. ضايع بين السيد كمال وأبو عادي والحج محمد وبنتي سعاد. إيش بس سعاد بنتي؟ رابض الزواج يا شيخ علي. وليش الشدة يا رسول الله؟ يخليه على راحته. إيه هي فرصة، ثلاث محلات منيحة، وخصوصا السيد كمال. سعاد بنتي كويسة تستاهل أحسن من هيك. إيش هالحكي يا شيخ علي؟ أحسن من السيد كمال؟ الله أعلم. وأبو عادل ما أشبه شيء. مين بياخذ نصيبه؟ والحج محمد إيه حاله؟ أيا ليت الشباب يعود يوما. آخ أنا ضايع يا شيخ علي ضايع. ربنا يهديك. بس لا تجور على البنت يا أبو أحمد. اسمعي سعاد، طالما أنا بالبيت
ممكن اخلي حدا يغصبك على شيء. وبابا ما انك شايف قد عم يضغط علي. خلاص تركي ابوك علي. انا رايحه اقطع يا احمد، رايحه اختنق. ولا يهمك. اسمعي، نحن ممكن نهددهم بان نترك البيت. انت بتعرفي ان ابوك قلبه طيب وبيحبنا كثير، يعني ممكن يخلي الامور توصل لها الحد. انا خايفه اياس، كل يوم نفس الحديث، كل يوم خبر عن السيد كمال او الحج محمد، كانه الدنيا رح تنتهي اذا بقيت بلا جازي. بعدين هدول ما بيصيروا معي يا احمد، والله ما بيصيروا معي. سعاد انتبهي، كل شيء الا انك تياسي. ها كيف ما بدك يعني اياس، كيف ما بدك يعني اياس، وانا خسرت احسن زوج في هالدنيا كلها. انا ايش كنت قبل ما اعرفه؟ ايش كنت قبل ما اتجوز ولا سعيد؟ بنت حلوه، بنت حلوه وبس. هاي هي كنت قاعدة عم بستنى زوج يجي ياخذني لاخدمه مثلي مثل كل البنات. بس الله بعث لي انسان لما عشت عنده علمني اشي الدنيا، فهمني ووعاني. كان يقول لي يا سعاد، المرأة اللي بتفهم احسن من 200 رجال ما بيفهموا. تصور يا احمد، تصور انا الانسان البسيطة كان ياخذ رأيي ويشاركني بكل شيء. بعرف بعرف. لا ما بتعرف، لا تواخذني يا خال، شقد ما عرفته انت ما عرفته على السوا. خسارة يموت هيك انسان. وهلا هلا لازم اتجوز واحد حتى اخدمه واعيش تحت اجري. يمكن لو هالشي صار من قبل كنت قلت انه هذا حظي ونصيبي، بس هلا صعب كتير. لا انا بقدر ارجع البنت المغمضة، ولا اللي رايحة اخده رايح يقبلي عاملني مثل ابو ناصر الله يرحمه. فهمان عليك يا خيت. شقد في فرق بين واحد كان كل همه في الدنيا انه يحسسني اني انسان بكل لحظة، وبين هدول اللي ما بده مني غير اني اخدمه ليل نهار قبل ما يدفنوا في التراب.